مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر المؤلم للأسف من مدينة الدار البيضاء لسيدة تعاني من فشل الرئوي لمدة سنين، كتعيش فقط بالكهرباء. نفهمكم علاش قلت بأنها كتعيش بالكهرباء، لأن لولا الكهرباء للأسف تغادر الحياة، تغادر هاد الدنيا. إذا تقطع الضوء ضاعت. إذن عيشة فقط بالكهرباء، لأن الكهرباء هي اللي مخدم ديك الآلة اللي كتنفس منها، اللي كتعيش بها ليلا ونهارا هنا بمنطقة الولفة بمدينة الدار البيضاء بين قوسين. وخا الكلام ما خاصش نقولوه، ولكن حية وميتة. وخطر في الأمر أن جاهم حكم بالإفراغ بتاريخ 31، او عفوا نقرا لكم في الموضوع، يعني الحكم اللي كاين باداء المدعي عليها للمدعيه بمبلغ تقريبا 100,000 درهم، واجبات الكراء للمده من 1/4/2017 الى 31/8/2022 بحسب مشاهره قدرها 1700 درهم للشهر. والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من الشقه موضوع النزاع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. اذا انا كنتمنى من الجميع اللي غادي يشاهد المباشر يبارطاجي رقم ديال المساعده. كاين هنا غنعرفوا الموضوع اللي كاين، لان هذه ماشي اول مره غادي نجدد السيده، ولكن لان الحاله ديالها غادا دائما في تدهور، كتعيش فقط يعني غير بواحد الاله. هاد الاله كتشتغل بالكهرباء، اذا تقطع الكهرباء رحم الله بهاد الكلمه هذه، لانه سبق وقع في كوفيد، سبق في كوفيد تقطع الضوء. وكانت المهم هذه الابنه ديالها غادا تتكلم. هذه الآلة، هذيك الآلة هي هذه اللي أمامكم. لا هذه الأكسجين. هذه الأكسجين هذه. أها. هي هذه. لافين. دو زاباغي اللي خدامة بهم. إذا هذه ديالاش؟ هذه لافين. هذه باش كتعطيك التنفس الاصطناعي وتدير التنفس. باش دير التنفس الاصطناعي. والترويد للصدر. وهذه هذه الأكسجين. اذا هذه هي مهمه، هذه المهمه، ما خاصهمش يطفاو، ما خاصهمش يتفرقوا عليها. ولا هذه انا كاريها. حيت ما هذا لاباري انا كاريها، وهذه كاريها. بجوجهم كاريهم. وشحال كاريهم الثمن ديالهم؟ 1000 درهم، حيت لافيني هذه لاباري ديال لافيني. هذه 1000 درهم لاش؟ 1000 درهم شهر. 1000 درهم للشهر. هذه هذه. اها. الاطباء ولا الاخوان الا كانوا كيعرفوا، حاولي غير ترفعي صوتك ولا اجي حدايا هنا باش نسمعك. اجي حدايا فك. الاطباء ولا الاخوان اللي كيعرفوا راه عارفين هاد لافيني الكرا ديالها راه غالي، والاكسجين هذا اللي كتشوف الاكسجين الكرا ديالو انا كاريه ب 800 درهم، حيت غير 5 لتر. 800 درهم الشهر. الشهر 800 درهم الشهر، حيت غير 5 لتر ماشي 10 لتر. ما حد كيزيد. دابا هادشي كامل متعلق بالضوء. هادشي كامل متعلق بالضوء، حيت ما نقدرش انا ندير لها هذيك الاكسجين اللي ديال القرعه اللي كيتشارجا دغيا تخويها، وما عنديش الامكانيات باش نبقى نشارجي كل نوبه. دابا شحال مسكينه وهي على هذه الحاله؟ 4 سنين ونص. 4 سنين ونص وهي على هذه الحاله. دابا هذاك الماسك ما خاصش تحيدو. تتحيدو، عندها شويه تاكل وتجلس 30 دقيقه بالضبط باش تستفرغ من الماكله ديالها اللي في صدرها وتعاود ديرها. اذا عندها فشل رئوي. فشل رئوي، دابا كتحيدها غير باش كتاكل. وتبقى عادي ولا؟ تبقى عادي واحد شويه، راه هي كتنعت لك بيديها راه كتجاوبك. كتبقى عادي واحد شويه صافي، وتخصها تعاود. وكتهضر كتهضر كتهضر. تقدر تهضر. نجحدها؟ سير حيدها. شويه الحاجه. نجحدك نجحدك. الحاجه. هادشي مسكينة الصوت كيبان الصوت بعيد ديالها. الحاجة الحال ديالك ستابل ولا غادي كي؟ أنا جيت عندك ديك المرة. إيوا. غادا وكتزاد، قالت لك غادا وكتزاد الحالة، حيت عندها رجليها. وإلا راه إلا كانوا معنا شي أطباء راه هما غيشرحوا لك. رجليها مالهم؟ رجليها بدات كتنفخ. من هي يعني راه تعاود طيح شي. هذيك الرجل اللي من الهي اللي منفوخه. هذه
هي خويا تما كتشوف هذه هي من فوق هي شويه ما كتموتش نهائيا، ما كتحركش من بلاصتها. دابا هادي البوزيسيون ديالها ما خاصهاش كتمشى ما كتمشاش؟ لا ما كتمشاش نهائيا، ها هي كتكلم. ها بلاصتها، هذيك هي بلاصتها، يعني إلا عندي كندير الكوش، ما عنديش راه كندير لها سطل. هادشي اللي كاين. صافي ارسلها الحاجه وما تهضريش لها. لا 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 المهم دابا هذه كذلك رساله احسن. دابا ملي كنتكلموا على فشل رئوي راه كاين السل. لا, لا ماشي هي، ما كنهضرش على الحاله ديالها، كنهضر على موضوع اخر. الرياء كاين الناس اللي كيكميو مثلا، كاين الناس اللي كيتعادوا من ناس اخرين، كتكون ما بك مالك كتعادى، كيقول لك الماء في الرياء. هذوك هذا كندوي على واحد الموضوع اخر، ماشي على الموضوع ديال الام ديالك. فغير باش تعرفوا الدور ديال الرياء اشنو كدير. دابا بلا رياء فشل رئوي لو وصلتي ليه الله يحفظ كل مسلم، ما غادي تولي بهاد الحالة هادي. هاديك الرياء دابا السيدة الحياة ديالها متعلقة بالكهرباء وبهاد لي زاباري هادو وهاد الأدوية تا هما اللي ما خصهاش تفارق معاهم. هادو الأدوية ضروري. هذا داير 13 ريال. شناهو؟ هذا رابوز كتحلو كدير فيه هاد الفنيدة. المهم عندي فنيدة راهو مخصوص، كدير فيه الفنيدة هنا وكتهبط وكتثقب الفنيده وهي كتسبيري داك البودغ ديال الفنيده. اها هذا داير 13000 ريال حيت كيجي من المانيا. هذا داير 650 درهم. هذا داير اخويا 350 درهم تقريبا. 350 درهم رابوز. اذا هادشي كامل في الشهر؟ هادشي لا عندي الفونتولين كتستهلك لي 4 في الشهر 5 على حسب. الفونتولين 4 5 في الشهر؟ شهريا. هاد جوج شهريا. هذا حتى هو ها هو كما كتشوف اخويا كيتحل. شنو هو هذا؟ هذا حتى هو كنحققها ليها من هنا، كنحقق هذه ما بغيتش نضيع الدوز ديال الدواء ديالها. شنو هذا؟ باش طلع حتى هو رابوز دواء، يعني هادو الا وقفتهم هذا ديال 7000 وهذا ديال 13000 ريال ما كتبقاش تنفس. دابا اربع سنين. اربع سنين ولكن قبل من اربع سنين كيفاش كان الحال ديالها؟ كانت نورمال، كانت فيها غير الضيقه. كانت فيها الضيقة؟ دابا هادشي كيفاش جا هاد المرض؟ كانت فيها الضيقة وكانت ما يعني ما الضيقة ما كانتش كتعالج؟ ما كانتش تعالج، التريتمون ديالها ما كتاخذوش حيت هاد الأدوية غاليين كما كنقول لك. هادشي اللي كاين الحاجة؟ هذا هو التريتمون ديالها. ما كنتيش كتعالج ملي كتفك الضيقة؟ على الإمكانيات أخويا، حيت الفيزيتا ديال الاختصاصية ديال الرية دايرة 7000 ريال. يعني اخويا يعني الطبيبه الفيزيتا الطبيب 350 درهم. 350 درهم وملي كدير الدواء كتجيك 1000 درهم 1500 كي غدير. ما كاينش ضمان اجتماعي؟ ما كاين. ما كاينش ايوا عندك عندها ضمان اجتماعي. قربي حداها سمع شنو كتقول. قربي حداها قربي باش ما تجهديهاش. خاصها لاكيس كل شهر تمشي عند الطبيب باش كيطبعوا داك الوراق باش كتقدر ترومبورسا في الدواء. ايوا انا ما عنديش الامكانيات كل شهر نديها للطبيب. علاش؟ 350 درهم الفيزيتا زائد خاصني لومبيلونس. ولكن راه هادشي كيترومبورسا هادشي. لا لومبيلونس ما كترومبورسا. لا لومبيلونس ما ترومبورساش. دابا الا بغات تمشي عند الطبيب خاصها امبيلونس. امبيلونس وتكون ايكيبي بهاد هكذاك فهمت. ديما لومبيلونس كتهزني. عندي واحد السيد هنا كيسكن معنا في الحومه عنده امبيلونس كيجي كيهز بلوكسي. يعني ماشي اي امبيلونس اللي خاصها. راه ما كتهزاش يعني كنخلص نقدر نخلص 500 600 على حسب 800 على حسب كل واحد الازمنه ديالو. يعني راه هذا المرض مكلف بزاف وانا غير مرا بوحدي يعني لا حول ولا قوه. وهادشي اللي كاين اخويا انت كلشي كنشوفو قدامك يعني حتى الامكانيات مع المرض. تكلمي ليها. لاكارت 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 لاكار
الخوت بارطاجيو الله يخليكم. اللي كيشاهد هاد مباشر يبارطاجي لا كارت غيشي ديالها خاصها ديبلاصا هي كيقول لك تجي لا كارت غيشي ديالها هي خاصها ديبلاصا كيقول لك تجي لا بونك. انا مشيت غير لا بونك قال لك ما نديرو معاك حتى حل تجيبيها وما عنديش اخويا باش نديبلاصا دابا كنقدروا ما يجيو عند هنا ما بغاوش يجيو ما عنديش اخويا باش نديبلاصا دابا غير لا كارت غيشي باش تمشي لا بونك خاصها تجي ما يمكنش هي تمشي اي ورقه مثلا وحلت فيها ولا شهاده الحياه مثلا كيقول لك هي تجي ما كيتساعدوش معاك في المقاطعه سي كيقول لك فاش غادي تجي هي تجي هي ديبلاسيها بلومبيلونس ديالها نشوفوها واخويا غير ديروا معايا جيو عندي ولا فهمتي شي مساعده الانسان اللي ضاري في الفراش تا شوف هذا السيرفيس هذا كاين انا ولا كان واحد مريض ما يتحركش كيجيو عنده لا ما كدبسكش ما كدبسكش هما كيديروا لك القوارب وداك العكاز زعما هذا كاين في القانون كاين لان نسي ما يمكنش غادي تهبطي في الدروج ولا كان ديروا لك كانش خويا مساعدة الامبيلونس هو اللي كيهبطها بالكرسي وهذا هادوك بعدا ايكيبي جايين مجهزين ما نقدرش نهز بامبيلونس عادية ما فيهاش اكسجين. المهم خوت رمضان الابواب محتاجة الدعاء ديالكم ومحتاجة الادوية محتاجة بزاف ديال الامور الرقم ديال التواصل كاين في العنوان ديال هذا المباشر اللي شاهدوا الان ولا اللي غادي يشاهدوا من بعد بارطاجيو واللي كيعرف شي محسن من المحسنين يقدر انه يتعاون معهم لان كاين واحد الحكم هاي الورقه قدامي ولكن لان ما نقدرش نبين لكم لان الفيسبوك كيمنع الوثائق الرسميه. المهم حكمت المحكمه علنيا وابتدائيا وحضوريا للمدعيه وغيابيا للمدعي عليها لينتي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعي عليها لينسي للمدعية مبلغ تقريبا 100,000 درهم واحد 10 مليون ولا أكثر واجبات قراءة المدة ما بين 1/4/2017 إلى 31/8/2022 الصومة الكرائية اللي كانوا كريم بها هي 1700 درهم والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها من الشقة موضوع النزاع مع شمول الحكم بالنفاذ المؤجل بخصوص أداء الكراء وتحميلها الصائر بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلى وكانت الهيئة تتركب من السيد حميد عريب رئيسا والسيدة خديجة بالمزري كاتبة الضبط. المهم أنا بحكم على كذلك نسب الإفراغ دابا هادي تخرج إفراغ كيفاش غادي دير زيكو قال لك واحد الشاب سميتو زيكو قال لك مع الاسف والدتي كانت تعاني من نفس المرض ونفس الوضعيه واتصل جهاز التنفس وهذا بدوله امريكا غير انني اؤكد لكم انه لا علاج لهذا المرض يا اختي بل ان التنفس ينقص للمريض بمرور الوقت كما جرى مع والدتي والتي توفيت شهر دجنبير اي قرابه شهرين من هذا التاريخ ربي معك اختي والامر بيد الله الامر بيد الله وهذا مكتب الله وما كاينش غير هذا المرض كاين بزاف ديال الامراض الله يعافينا الله يحفظنا والله يطول العمر ديالنا ان شاء الله من كل واحد والاجل ديالو فهم تواصلوا فقط من اجل المساعده لان بهذه الكلمه الفقر او الفقر المدقع كيعيشوه الدواء غالي الكرا ديال هاد لي زاباراي غالي هاد الاكسجين غالي محتاجه مساعده كيف قلت لكم اللي غادي يشاهدوا الان اللي غادي يشاهدوا من بعد بارطاجيو ولا كيعرف الناس محسنين بارطاجيو معهم كاين الرقم ديال التواصل في عنوان هاد المباشر وغادي نوصلوا لنهايه المباشر نقول لكم تبارك الله لكم والله يطولها في العمر والله يجيب لها الشفاء ان شاء الله والله يرزق كل واحد مريض الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب.